وستعمل الحكومة أيضا على تكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام الموضوعي والنزيه. ولتحقيق هذا الهدف سنعمل إلى تنصيب مجلس آداب وأخلاقية المهنة إلى جانب سلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمع البصري، كما أن إعادة التأهيل المجال السمع البصري والوسائل العمومية للنشر سيكون مصحوبا بتوفير شروط اعتماد القنوات الخاصة الخاضعة للقانون الجزائري وإقامة شبكة البث الأرضي وتشغيل محطات البث الإذاعي لا باند اف ام وشبكة الإذاعة التلفزيون عن طريق الساتل.